السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم؟ نياكم مايت موكا، واليوم جايب لكم فريق من أحد مشتركين اللي هو ديدمان. الفريق هو عبارة عن ذكر أنثى من البوكيمونات، فعجبتني الفكرة وكذي قلت خليني ألعب ضد أبرز. طبعا الليجيوم اللي صارت أغلب الناس كانوا ينحاشون من الجيم، لأن أغلب اللي يلعبون أبرز ما يكونون يعني يعرفون حق اللعبة عدل، أو يكون شوية بطيئين بالنسبة حق اللعب. يعني من الجيوم اللي صارت طلع ضدي الشخص هذا، وكان جيم يعني صراحة حلو، من الجيوم الحلوة اللي طلع ضدي. بديت أنا أول شيء بلوبني، وهو بدأ بتايرنتار، فقلت يعني تايرنتار أنا راح أكون أسرع منه، فقعدت لوبني. لكن استغربت انه عنده اللي هو الباري اللي يضعف الفايتنج، في الباريات في انواع، فالباري اللي عنده هو يضعف الفايتنج. المهم ف ترين بانش ما ذبحته، يعني لو ما اعطيه هاي جاب كيك كنت ذبحته، لكن انا قلت ترين بانش علشان ما اذبح نفسي. ف يعني قلت خلي اجرب الشغله هذه. قام بدل، نزل لي اللي هو لاندروس، لكن لاندروس هذا ما عنده انتميديت. انا مو عارف شنو، انا مو عارف شنو لاندروس هذا شنو ميسته، لكن انا عارف اللاندروس الاساسي ميسته اللي هو عنده انتميديت، فالناس يستخدمونه اكثر من الثاني اللي هو هذا تو الحين يستخدمه. ف يعني هم بعد يعني ايس بانش ضرب 4، لوبني جدا جدا في التاكل. لوبني انا من اكثر الميجا بوكيمون اللي احبهم هم لوبني. ف يعني الفريق نفسه كان عاجبني، لان في البوكيمونات اللي موجودين داخلهم اغلبهم انا احبهم، اللي هو نيدو كينج، جالدوفار، لوبني ودجزبي، بس انا ما العب اللي هو اوفر يوز واجد فما استخدمه. المهم اقوم ومسس الهاي جاب كيك ضد هيتران. يعني لو بني سوت اللي عليها، لكن مسست لها جاب كيك. ف يعني ماكو غير ايرث باور اللي راح طقها من نيدو كينج، لان ضرب 4، وخصوصا ان انا توقعت انه راح يسحب هيتران، يعني توقعت انه راح يسحب هيتران وينزل لي امونجس، لكن اللي سوانا هو يعني اللي هو سوى شيء غريب، انه سحب ما سحب هيتران ضدي. يعني نيدو كينج عنده ايرث كويك وايرث باور، اي احد يلعب يعني اعتقد الاندر يوز يعرف ان نيدو كينج عنده ايرث كويك وايرث باور، واللي ضدي ما عنده اللي هو البالون اللي هو اللي تطير كلي فوق هذه، فما ادري ليش قاعد. المهم اقوم وانزل جاردوفوار ضد سلوبرو وتوكزيكت مسس. طبعا هنا انا كنت قاعد افكر يعني اعطي سايكك ولا اعطي توكزيك، طبعا امونجس موجود، فتوقعت ان توكزيك توقعت راح ينزل امونجس خالص السالفه، فقلت يعني اعطي سايكك يا اعطي توكزيك. اعطيت توكزيك، قلت يمكن يقعد يمكن يحاول نغشني. ف يعني سايكيك ما سوى شيء حق امونجس، لانه هو يعني من اعتقد سبيشال ديفنس امونجس، هو نفس سبيشال ديفنس عالي. فنزل جليد الصفه اللي انا معطيها شويه غريبه، مو شويه غريبه، هي صفه يسمونها كرت جليد، لان ما كنت بسوي ميجا، الميجا الوحيد اللي كان اللي هو لوباني، لان تقدر تستحمل لوباني. فهو توقع ان جليد اللي عندي عنده تشويس سكارف او تشويس باند او تشويس شغله، عشان كذي هو نزل لي تايرنتار. هو شيء غريب يعني، انه طبيعي جليد راح يسبق تايرنتار، خصوصا انه هو البلك تايرنتار اللي بس موجود عشان يعطي ستيلث روك ويأذي اللي قدامك، مو تايرنتار الاتاك الاساسي. فقام نزل لي اللي هو فورترس، سحبت جليد لان اي طقه ممكن يموت. نزلت النيدو كوين، انا مسوي نيدو كوين مالتي الفيزيكال، فقلت اعطي اللي هو فاير بانش، ان ضرب 4 راح تذبحها مفروض. ف ما ذبحته، عاش على 2 اتش بي. ف يعني استغربت، يعني العاده هو يكون عنده اللي هو اكسبلوجن، عشان يعطي اكسبلوجن يذبحك مره واحده يفتك.
نزل سلو برو، قلت ها نزل نيدو كينج، واذا مات مات. مات بعد، عاش على اخر شيء. و يعني ما صراحة ما توقعت نيدو كينج يعيش من اللي هو ايس بيم. طبعا الحين بحط لكم من ورا شنو القيوم اللي صارت ذي، بس راح تكون على السريع على نهاية الفيديو. لا تنسوا تكتبون تحت شنو ودكم الافرقة اللي تبون تشوفونها، وراح احاول ان شاء الله اني اسويهم باسرع وقت. و يعني مشكورين على المتابعة، وفمان الله.